الطقس فيه كلام كتير جدا عن الطقس. في حاجة العالم كله مشغول بيها وبيتكلم عنها اسمها القبة الحرارية، وبيقولوا ان القبة الحرارية دي بتهدد 8 دول عربية وبتتجاوز في درجة الحرارة بتاعتها بتتجاوز لخمسين درجة في بعض البلاد. موجات الحر الشديد هتضرب كتير من مناطق العالم حتى في أوروبا وفي الصين وفي الولايات المتحدة وإيطاليا وأسبانيا وفرنسا وألمانيا وبولندا، ويتوقع أن تصل الحرارة إلى 48 درجة، وقد تكون أعلى لدرجة حرارة، يعني أعلى درجة حرارة في أوروبا هتسجل خلال الفترة اللي جاية بسبب القبة الحرارية. كمان اليونان هتشهد موجة حر شديدة، واليونان طقسها شبه اسكندرية، لكن واضح إن الموجة الحارة على كتير جدا من البلاد العربية والعالمية، ودرجات حرارة قياسية هتسجل في اليونان مثلا في نهاية الأسبوع. الحر أحد أخطر ظواهر الطقس السنة اللي فاتت، وتسببت درجات الحرارة المرتفعة في أوروبا في وفاة أكثر من 60,000 شخص. في أمريكا الصيف شهد الصيف حتى الآن سلسلة كوارث طبيعية، منها 500 حريق في كندا خارج السيطرة لتلوث الهواء في كل شمال شرق الولايات المتحدة، وفيضانات كارثية هذا الأسبوع. طيب في بعض الولايات في أمريكا، الدول العربية بقى هتشهد موجة غير مسبوقة لوجود القبة الحرارية. أحيانا هتتجاوز الحرارة 50 درجة، فين؟ في السعودية، سوريا، لبنان، ومصر، والأردن، وفلسطين، والعراق، والكويت، مع رطوبة عالية في المناطق السياحية. إيه القصة دي؟ هل إحنا فعلا هنوصل في مصر وفي الدول العربية لدرجة الحرارة دي 50، ولا إيه؟ عايزين نعرف أسئلة كتير ومعلومات أدق هنعرفها من نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم التكنولوجيا لعلوم تكنولوجيا الفضاء بالأمم المتحدة، دكتور علاء النهري. مساء الخير. سير. مساء الخير على حضرتك. مسافر. هل مصر هتوصل 50 درجة مئوية فعلا بسبب القبة الحرارية؟ مش مصر بس، احنا الكلام دوت على فكرة مش من النهاردة. في كوب 27 كنا بنحذر من هذا الكلام، وكابتن الرئيس حذر من هذا الكلام. التغيرات المناخية، الكلام ده مرتبط ارتباط وثيق بالتغيرات المناخية. ارتفاع درجات الحرارة عندنا مشكلة، إن في الغازات الدفيئة أساسا بتحجز الحرارة ما تطلعش بره الغلاف الجوي وتردها للأرض. النهارده الجزء اللي بيخرج أصبح هناك في فرق ضغط، أو في ضغط كبير في الطبقة، إحنا بنعيش أول طبقة ملامسة للأرض اسمها التروبوسفير، إحنا بنعيش فيها الطيارات بتطير وقتها. الطبقة اللي وراها الاستراتوسفير، نتيجة إن الحرارة اللي طالعة من الأرض قليلة حصل ضغط جو اكبر، واصبح يدفع الحراره اللي حتى اللي طالعه الارض بتطلع بالارض الى الارض مره اخرى، وكل ما يسمى بالقبه الحراريه. الكلام ده اتضرب امريكا الاسبوع اللي فات، ومن يومين ثلاثه كان في نيويورك وفي شيكاغو كانوا بيعملوا سفارات انذار عشان يقولوا في فيضان، فيضان جاي. الفيضان برضه نتيجه ارتفاع الحراره، مجرد ما حراره المحيط بترتفع تطلع الى فوق في طبقات الجو العليا بتعمل دوامه، بتمشي تعمل لي اعصار، الاعصار ده غالبا مصحوب برضه بميه ويدخل ميه وفيضانات الى البلد. اذا الكلام ده احنا نوهنا ليه والرئيس نوه ليه، وكانت مصر تتكلم على ان لازم نخفض درجه الحراره دون الواحد ونص. للاسف الشديد الدول البتروليه، وبرضه منها السعوديه والكويت، يعني لازم نقول كده، الدول البتروليه قالت لا احنا عندنا عايزين طاقه وعايزين نبيع، وحتى الدول زي استراليا قالت الفحم، والناس قالوا احنا مش هنوصل للدرجتين، لكن ما حافظوش على الواحد ونص درجه مئويه. بنقول الكلام دوت لازم العالم كله ياخد باله، والدول البتروليه تاخد بالها، ان فعلا العالم مقبل على كارثه، كارثه نتيجه ارتفاع درجه الحراره المضطرد. احنا كنا بنقول الاول المشكله هتحدث في 2100، النهارده بنقول لا المشكله هتحدث في 2050. ابتدى في تسارع وتيره بشكل كبير جدا، وكل الكلام ده حضرتك راجع للتغيرات المناخيه، وحسينا بيه السنوات الماضيه، يعني اوروبا حصلت فيها حرائق كبيره جدا، امريكا كذلك، الجزائر، المغرب. فلازم نفهم هذا الكلام ان ده ياثر علينا بشكل كبير جدا، وعلينا من الان ان نبحث عن كوكب اخر نعيش عليه.
إذا استمر العالم بهذا الشكل وبهذه الوتيرة وعدم الاهتمام بخفض درجة الحرارة دول 1.5 درجة مئوية، مش هنقدر نعيش على كوكب الأرض. دكتور علاء، احنا عايشين على كوكب الأرض وما فيش مجال ان احنا نروح نعيش في كوكب آخر. خلينا نتعامل مع معطيات الواقع المؤسفة اللي عملت تغيير في الحرارة، واللي كان فكرة المناخ وقمة المناخ وكل التوصيات اللي اتعملت هي ما بتتنفس على الأرض. ولكن احنا خلينا ناخد الواقع عشان نعرف نتعامل معاه. الواقع، القبة الحرارية دي في مصر، في السعودية، في سوريا، في البلدان العربية والكويت، في البلدان العربية اللي متوقع أن يحصل فيها ارتفاع في درجات الحرارة، هتحصل إمتى؟ هيبقى معاها رطوبة عالية، ممكن نتعامل معاها إزاي عشان نقلل أخطارها؟ لأنها قادمة لا محالة، أو حادثة هتحدث هتكون حادثة بالفعل. فإحنا نتعامل إزاي وهتبقى إمتى والفترة قد إيه؟ طبعا هي طبعا في الاسابيع القادمه، يعني عايز اقول يعني ممكن بالايام الاسابيع القادمه وتستمر برضو اسابيع. ازاي نتعامل معاها؟ طبعا عدم التعرض لدرجه الحراره، يعني نقعد في بيوتنا، يعني في يعني حتى لو رحنا الشغل نروح الشغل وما نخرجش، ما نتعاملش معامله مباشره مع الشمس، او نقعد تحت الشمس او الحراره المرتفعه. دي هي الحاجه الوقائيه البطيئه. الاهم من كده ان احنا لازم نتكاتف كعالم، بقى كعالم الناس لازم تفهم هذا الكلام، ان احنا مش هنقدر نقاوم الطبيعة. النهاردة احنا لو عاندنا الطبيعة هتعاندنا، وبالتالي لازم نخفض درجة الحرارة إلى دون 1.5 درجة مئوية، وإن الدول البترولية يعني تخف شوية من، يعني أقول إيه، يعني عايز أكون أي مبالغ على حساب الفقراء وعلى حساب الناس، لا، تخف شوية. وكذلك برضو الدول، بس الدول برضو ليها حساباتها، يعني ما نقدرش ان احنا لا ما على اطلاقه. ما انا ده اقتصادي، انا بتكلم على مستوى الفرد. خلينا على مستوى الدول، اللي حصل حصل، على مستوى الفرد احنا نعمل ايه؟ الفرد حضرتك ان احنا لا نتعرض للحرارة، احنا نقعد في بيوتنا لحد سبتمبر. لا احنا مش هنقعد بقى في البيت، مش هنقعد يعني مش هنسيب اشغالنا، هنشتغل بقدر الامكان، يعني ما نحاولش نتعرض لدرجة الحرارة فترة طويلة او للشمس فترة طويلة، وان شاء الله تمر الموضوع. لكن احنا كنا بنحذر، احنا في عالم واحد بس، فكنا بنتكلم كده.